في ملكوت المحبة ليس على الأجساد دوما أن تلتقي، بل في القلوب ما يستحق أن تلتقي الأرواح لأجله وتتناغم في ظل الأفق كسوناتة حب. مناجاة لكل تلك الأرواح والسيمفونيات المعلقة، نلتقي هذا المساء على شعلة المحبة البيضاء. هنا راديو رميم يحييكم من مدينة بوردو الفرنسية في البرنامج الإذاعي الثقافي الأسبوعي غدائر الروح. عاشت ما يقارب 80 سنة ونشرت 15 كتابا، من بينها أحلام النساء، طفولة في الحريم، شهرزاد ترحل إلى الغرب، نساء على أجنحة الحلم وغيرها. حضرت في جامعات ومنتديات عربية وعالمية. من مواليد المغرب، بنت مدينة فاس لعام 1940، هي الكاتبة النسوية المغربية، عالمة الاجتماع والمناضلة في مجال حقوق المرأة والإنسان، الأكاديمية الراحلة فاطمة المرنيسي، غديرة الروح لهذا المساء. ظلت فاطمة المرنيسي مسيئة للحزن، للألم، للركود، للظلامية، للرجعية وللتخلف. هي تلك الفتاة المغربية البسيطة التي ولدت بمدينة صغيرة، ثم نشأت، ثم تأملت، ثم نضجت، ثم أجهرت سلاحها في وجه الزمن، في وجه التخلف والزيف والعرف. وصلت دراستها من المغرب إلى فرنسا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أصبحت محاضرة وأكاديمية بجامعة محمد الخامس بالرباط. تهتم كتاباتها بالإسلام، بالمرأة، بتحليل تطور الفكر الإسلامي والتطورات الاجتماعية الحديثة والعولمة. وموازاة مع عملها في الكتابة، قادت كفاحا في إطار المجتمع المدني من أجل المساواة، وتحدثت باسم النساء البعيدات المنسيات بالقرى والمداشر المغربية. أسست قوافل مدنية وجمعت النساء والعائلات والأطفال في حملات تحسيسية نظمتها باستمرار، واستمعت إلى انشغالاتهم وعالجت همومهم، إلى أن ذاع صيتها وكرمت في مايو 2003 حين حصلت بإسبانيا على جائزة أميرة إستورياس، بريميوس برينسيسا دي إستاريوس، مناصفة مع سوزان سونتاك. كتبت فاطمة المرنيسي المؤلفات والأطاريح بفضول معرفي كبير. كتبت بشغف، بلغة الشغف، وكانت كما شهد لها الكثيرون ممن عايشوها، كانت السيدة التي تفعل الأشياء الصغيرة بمحبة عظيمة، وتفعل الأشياء الصغيرة بامتلاء حياتي كبير. يقول عنها الدكتور سعيد سالم الجريري، أستاذ الأدب العربي بالجامعة الهولندية للمفكرة فاطمة المرنيسي، مشروعها الخاص الفكري الذي أخلصت له جهدها
حيث لم تنجز أعمالا فكرية منقطعة التماس مع حركة النضال النسائي في بلدها بخاصة وفي الوطن العربي بعامة. شخصيا كنت أجدني بعد كل قراءة لكتاب من كتبها، كنت أجدني أعيد قراءة الواقع والتاريخ والمستقبل مستنيرا بخطواتها المضيئة. هي كما يقول عنها محمد علي شمس الدين، الباحثة عن أسرار العشق العربي بامتياز وباستمرارية لا تتعب. هذا وبحسب المجلة البريطانية الشهيرة The Guardian عام 2011، اعتبرت الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي من بين النساء الماء الأكثر تأثيرا في العالم. ترجمت أعمالها إلى لغات عدة من بينها العربية والإنجليزية، وكتبت جل أعمالها باللغة الفرنسية. مواضيعها خطيرة، فكل فكرة عالجتها كانت انشغالا حقيقيا بحارة عربية ما بالمشرق أو المغرب. تحمل ميزات السوسيولوجية المحنكة، لم تقف يوما محايدة في أطاريحها في الحب والشهوة واللغة والحرية والعبودية. فاطمة المرنيسي. وفي 30 من نوفمبر تشرين الثاني لعام 2015 رحلت عن هذا العالم، لكنها بقيت حاضرة بأعمالها، بقيت حاضرة بنضالها، بقيت حاضرة ونقدمها اليوم غديرة للروح لكل مستمعين عبر إذاعة رميم الثقافية من مدينة بوردو. فاطمة المرنيسي صاحبة اللغة الساخرة والعارية والجريئة. فاطمة المرنيسي هي تلك الكاتبة التي شهدت كل مغامرات الجوار والغلمان في الحارات العربية، وظلت مدرسة حقيقية، مدرسة للنساء وللتحرر. إلى جانب المؤلفات، تركت لنا فاطمة المرنيسي إرثا حقيقيا في أقوالها ونفحاتها، يمكن له أن يغير واقعنا الراهن، يمكن له أن يكون دستورا حقيقيا لتنمية بشرية تفتقدها أوطاننا العربية المرعبة. تقول فاطمة المرنيسي: الكرامة هو أن يكون لك حلم، حلم قوي يمنحك الرؤية، هو أن يكون لك عالم فيه مكان صغير، مهما كانت فيه مشاركتك صغيرة ستغير شيئا ما. وتقول أيضا: الكتابة واحد من أقدم أشكال الصلاة، الكتابة هي الإيمان بأن التواصل ممكن. تقول أيضا: الحقيقة هي الشيء الوحيد الذي لا يصدقه الناس، النضج هو حينما تبدأ في الإحساس بحركة الزمن كعناق حسي. وتختتم: يمشي الكثير على شواطئ حياتنا، قليلون هم أولئك الذين يتركون أثرا. غديرة الروح لهذا المساء كانت بامتياز الأكاديمية والناشطة والكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي. لاسمك المجد وعلى روحك السلام، غديرة الروح لهذا المساء. لجمال الروح لغة، أبسط مفرداتها الابتسامة، ولروائع البوح عنوان. وجوه ومحطات سنظل نرويها
لا يمكن لشمس الأدب العالمي عنها أن تغرب. هذه راديو رميم تحييكم من مدينة بوردو الفرنسية بخريفها المبتهج ومطر سمائها الرمادية. هدى درويش تحييكم صوتا وسهام فاضل في الإخراج. تواجدكم يزرع في القلب محبة. إلى لقاء قريب في ذات الموعد والساعة.